سو داون وين سو داون؟ اوكي عمليه جود اوه اوه نو يس تبدل البربر بس خلف فحصك بس خلف فحصك سويت الحجامه دقيقه دكتور ايش عجب قصتك من ابادي هذا ام سوري ام سوري هاي اضافك اوكي تمام ما فيها شيء وانت دكتور شنو مو اصابع اشتخينا شبيها ها من تتزوج ما تلبس حلقة لا عاد تاير دقيقة مال عينك بها شعراية جيب لي كلاس مال مي خلها اوكي اوكي صحة تمام صحة تمام كل شيء تمام اوكي هلو هلو جود افترنون جود افترنون ذيس از ويندو ابي انصر هلو ماي فريند هلو تو ذا لايبرري فور ذا سيكويشن اندانا بيهوري ثانك يو الحمد لله على السلامة ثانك يو هلو ماي فريند من بقيتها واو ماني نو ان ذا شارع يس 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 هلو ذيس ماي فريند Oh my god. I wish you blessed. Oh my god. Oh, you're so hot by the way. Wow. مسخن. Problem. Wow. No problem. I'm friend. No. اصل خك براج دي اوقع لحيتك. No, this a problem. Thank you. Okay. Hey you. Oh my god, Yasser. Yeah. Yes. My friend. Hey, no. شو سطر يو مي مشكل يو بالغميج تعبان نفسي بس سمعت بيك متأربط جبت لك هذا الضفدع شكرا This is so cute you no بس ليش هيك عصري هاي العصرة حتى عيني ناطة شنو هواي بسيارة صاعدين Hey friend now sleep يرحمكم الله This go okay bye بس هذا إيه ندخل على بطلك go one minute سجا no ويانا بس يلا بتكسر انتظرنا روح انتو بس one minute سجا yeah good bye thank you اجي الدكتور سيو ليتر هذا الدكتور لا تما عليه ترى خشمه كبير العب شوف ماني يا ابني شباب الله عليكم خمه محتاجين شيء مرضى بخجل النفاضة طيب نحن نستنى؟ نحن نفاضة معمل ليش مكتب؟ النفاضة نفضه فيه هاي كبرانة النفاضة أيوه توين؟ بمستشفى المرزقية أيوه طابق الرابع يقول تعال إلا تعبان أبو حلو سيحدي النار خجول نار وحالوب خجول تعبان كلش تعبان بحالوب هي تعالي تعالي كل جماعة كلهم قاعدين خجول اي كل موجود دخالي بدومنا والعال جم... النت فول ثلاجة خجول طنيا طنيا خلنا كمل يعني هذا هلو ابو حالوب اثنين وياك تكيسرة اي لعبوا الطاولي قول له مشتاق سمك سجا مشتاق سمك سجا يلا بشربك مو متاخر مع السلامه اويلي سويت انت ليش تلعب اقول لك شنو انت كيفك انت خان لا ليش كانت اليد مال ماري سيمتري ماري هذا غير ما معوجين ولد مريض شوي طاقه تعبت تروح تهد الدكتور الحباي ما وجع راس يا معود يا وجع راس شو سوي الحبايه؟ معول متكاتر شو تهمني لك حبايه بوزع راس؟ شو السالفه؟ لا ما يحتاج لا انت حبايه هات مرزق لي حبيبي مو قال الدكتور ممنوع؟ لا ما عليك بهذا شو ماني استمع معول حلايفيت والله
يا ابو شماد شمادك هواية يا ابو شماد شمادك هواية يا ابو شماد شمادك هواية يا ابو شماد دكتور شمادك هواية انت دكتور حلوة داخلين شغلة واحدة بعدين ابو مال بشر ولا هنا كافي ليك تفزغ كيف شاروس هذا شلون بدك مالتكم القص شلون اغنيه يلا شباب لك لا كافي بابا اقعد اخي تعافى مرضى انت شبيك انت بتقول شبيك لا قلت اختي لقيت دكتور فخلي 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 بابا تقعد امشي ارجع مكانك امشي امشي لك انت مريض امشي ارجع امشي ارجع تعال تعال دقيقة اختي انت ايش تسوي طالع من الجامعة شنو هذول امشي قوم لك قوم اطلع بقى قوم قوم هذا مستشفى هذا شنو السالفة بفلوس تحنا رجال هنا يا مريض شنو هاي الطاولة مالتكم شنو هذا قوم لك قوم قوم قدامي قوم قوم لا اصحكم هسه الامن مال المستشفى يطلعوكم بقى طلع صاحبنا مريض غير قيمة العشون يلا قوم اطلع هذا الدكتور حيل عصبي احنا نطلع عادي اسمعي يا منال اختي العزيزة دا اقول لك هنا احنا مستشفى وهنا عندش مريض هذا طلع فهمتي ولا لا يلا كنت اطلع قومتي باي اوقف بس دكتور هاي وشي خطيبتي خلي لي بس نفر واحد على قد اخي ماكو اي واحد يبقى يمك هنا بعدين هاي بسطيه ليش ما قاعد مع بسطه قاعدين بالقعبه البريه وشي تخفي تخفي على قلك هاي الاغنيه الرومانسيه هاي بسطيه لا هاي حديده حديده الناس تقعد عليها بعدين خاليها بس للمايعين انا بدي اقول لك شيء انا مايعين كلمه امه شو بنقول له شاطر شاطر حلو ما ادري وين شايفه وين ما ادري وين شايف وين تخبل ها شايفه وين بعدين اقول لك تعال بالنسبه لمالتي انت اسمه سلنقح انت سلنقح اخوي وانت ابو الزلنطح عفوا اخذ راحتك عيني اخذ شحنينا من الناس شحنينا احنا رومانسي ناس اجانب فريش اقول لك رزاق تخبل راح ازرقك بالتخبل انه بشين حنيه عكا شنو تجاوز لون تشرب ماتي اوف مالك علاقه اقول لك رزاق اريد اقول لك شيء ثاني واعترف لك شيء بس مو تزعل هواي تعترفين هواي هواي صارحين انا انخبط خبطتي لا انخطبت 17 ونص مره 17 نص مرة؟ يعني خطبت 17 مرة النص بعد ما ملبسني الحلقة وفركشت شنو تدربونا كلها خاطبتك؟ لا بس يعني كان كلهم كذابين واني؟ انت اصلا ماي هيرو واني سمعت شغلة عندك صدق عندك 40 صك عد الدولة بين ما تطلع الموازنة تطلع عدك؟ لا هلومن لا هاي شانك مشتاقة هلا التقوا جماعة الفقمة هذا لوسي ابني هذا لوسي داب عليه كل فلوسي هذا لوسي الله لوسي لوسي موت بوش 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 خابيكم خير ودوا خبز لعيكم قاكاظين شلابكم وقاعدين شعلي انا من العالم كل واحد حر بحياته هذا شلون باوع علي هذا باعي شعليك لا هو صخلة لا هو كلب انت شغلك يا رزاق خليهم براحتهم اقول لك يا رزاق اريد اعترف لك شيء ثالث
هم تعترفين؟ انت شنو والله شو الاعترافات؟ ابويا كان يعني ابويا واخويا وعمي خريجين. خريجين شنو؟ سجون. دعواتهم شنو؟ قتل مع سبق الاصرار والترصد، واخويا لا. ترصد؟ كذابة كذابة، ما عندي شيء. مالك باوي راح ازرقك بالحليبيه. انت اوف الرجال، ايش عليك من عنده؟ سحير بروحي. واقول لك اخويا ترى كلش كلش يعني ايده والسكينه، ايده والقامه. خاب يا سكينه غير شقك. يا ويلي 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 ويلي. شنو ويلي ويلي؟ ويلي 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 ويلي. شوف هاي الدوالغ مال النسوان قلبه خصام من عندها. اخويا 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 اخويا. آه راح تقول اخويا كبسني ولازم تجي اليوم تخطبني. لازم، هالمره مو كبسه صدق هالمره. ما كبسه، واخوتي السبع قصاصيب وخريجين سجون. لا اخويا هذا ايده والقامه، يعني هنا انا ذبحك يعني. استغفر الله يا الله. اخويا استغفر، اليوم راح احمس احمس. اخويا جن منو؟ اخويا. صدق تحكي؟ ادري انت مربي وجهك لو خشمك. اخويا ترى كلش حمش. بو سولاف لا وجه راح يروح. لا مو قلت لك لا تحكي علي وتقول لك على سوالف. سولاف لنقى في الدول عمرك كل شيء لسوى. الله يخليك، قبل الكندي وديني ترى ما اتحمل. اخويا بلا اعصاب بلا عرك بلا مشاكل، هسه اخطبها هسه اخطبها ودعتك والله. شدك قاعد يا اختي؟ يلا قوم من نايه. يلا قوم لك. لا 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 تضاقب لك. هذا طالع من السجن. لا تضاقب لك. لا لا تعال لك تعال ابو سلوقي. قوم لا قوم قوم قوم. شنو هاي؟ قوم خربتوا قعدتني. شنو ايش قد لئيم؟ هسه خلي لوسي يحفظك بالله بالله. شلون لئيم؟ وين هذا بدش داخل السماعي؟ لا تضاقب لك. بعد مره ثانيه لا تضاقب. امشي امشي، اطلع ويا اختك على عنادك. تعاي وين رايحين؟ نروح نطلع ليش قدام اخوك. لك شنو هذا؟ سفيف حقيق. ايش قد حقيق هذا؟ تعال. على مساء الخير. مساء النور. هذا المشروع شلون وياكم؟ ان شاء الله تمام. ما شاء الله ست، يعني المشروع هذا اشو انظف الصبح بالليل القى بطاله ونعل. شنو الموضوع ما ادري. شنو بطاله شنو؟ انت تعرف يا ما تحكي؟ يا ما احكي. قولي لي ست. انا المديره اللي انت انتخبتوها، وهسه انا دا امشي على محافل البلد واشوف شنو مشاكلكم. المديره اللي انتخبناها وانتخبك، هم بس دول الاثنين بدل. الله شوف هذا اللي شوفه، والله عبالي بطل مال فيلم اجنبي. طلعت لحق وشايل جنطه صفرة. طلب نفسك. اسالك سؤال؟ جواب. انت ايش قاعد تسوي من الصبح لحد الان؟ ست جاي نحفر نقر عمود نلعب دعابل. بس دعابل. دعابل شنو؟ اعرف شلون تحكي يا ست. بعدين انت ما تعرف احنا منو؟ من انتم؟ هي تصير خالتنا. يعني ذولا ولد اختي. انا ابن اختها. انت ابن اختها؟ تدري لو عندي هيك قطعه؟ الا الجو حرقه. راسنا تزوجها. لك؟ تم نفسك خاب دخل انتخابه دولي. ترى زرقاء في كارثة. كافي عاد ترى انزل لك اطيح. لا تخليني. كافي، الشعب من حقه انه يعبر عن ما في داخله. هي ملكه ما جمال قاعده اني قاعد غازلها. لك شنو تغازل انت؟ ما تستحي لك. اريد هيك مسؤولين حلوين. مشكور الله يخليك. كافي كل واحد يجي وجهه مصلبه. طبعا هذا على اختياراتكم انتوا، انتوا اختاريتوهم يعني ما حد اختار. ستي وانا اختاريتك بالعشره بعد. مشكور. تدري أنا جيت خصيصاً ولبست هاي الجزمة، شوف حتى أنزل وياكم وأشتغل، أنزل مع الشعب أشوف معاناته أشوف اهتماماته، ما أظل لازق بالمنطقة السوداء. صفق ليك صفق صفق. أهلو قضيتوا علينا بس تصفيق يا أهل الجن. صفق لي صفق. ست ممكن سؤال؟ جواب. هاي الجزمة ليش دائماً يا أهل يجي يلبسها؟ لا أرجوك ما حد يلبسها، فقط اللي يحس بالمعاناة نحن ننزل مع الشعب. طبعاً. طبعاً. زين ذاك اليوم من طقت هاي المجاري. إيه. ليش شفت غير مدير لابس هاي الجزمة نفسها وهم سودة؟ أبوي حتى
الحكي وام قياسه 44. الحكي بيناتنا هي تفتر. مبروك عليكم. تسلمي. مبروك عليكم الكيكه. طيب ممكن انه هذا الاسمنت مع هذا الحس واخلطهن واعمل لك عمله بيها وخلي عليها كاتشب وشويه مايونيز وصاص وعنبر. دستر علينا لا تتندق عن ست قرصاص وعنبه. عجب بالي هم صاص وعنبه قوه يحكي. هو هسه في حاله حرجه. ليش؟ اكل فلافل. فلافل؟ شنو فلافل؟ ما اعرف هاي الكلمه فلافل. ما تعرف تقولي فلافل؟ اي طيبه. اي طيبه طيبه طيبه. اي ستات خلينا عليها عنبه. هو كثر عنبه او صوص. يعني ما اكل بس الفلافل. صرفه. كاتشب؟ كاتشب. او كاتشب. هذا ست تدري شنو يصير لي؟ هذا هذا ابن عم ابوي يصير خالي. جوارينا مصارع. ضرب ذاك اليوم واحد ملاكم. ما صارت مشكله فهذا بخالي. تصور قدام العالم حتى لا يحكي تفاصيل. ست مداد زل امي قالت لي شوفي اختي وين وهي بامريكا تريد تشوف ايش تبي المشروع. صور اللوقي. انت شو اسمك؟ انا صورني وانا ما ادري. ها انت شو اسمك؟ انا مرزقلي. مرزقلي ممكن صوره؟ كان عندي تليفون بس انا اتشرف انه اتصور مع الشعب. ها اتشرف انه اتصور مع الشعب. ست الشعب عوفي على صفحك صوري بس بحيقور. زين اوكي. ليش الاخ قاعد انت الوحيد قاعد تشتغل؟ ايش بي بطنه؟ قالوا ايوه اعالج على حسابي شخصيا. الله من الشعب كله اعالج على حسابي. الله يا الله 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 يا ام الفقراء. ست ما يحتاج اعالجه. اي بس ايش قد تعطيني؟ ايش قد تريد انطيك؟ هسه عالج لهم خمس دقائق. يلا بس ضربتين هنا. لا أقولك الدنيا. ها؟ يتعالج. لا 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 عفوا. تحضروا. لا لا يا معود. بعدين بعدين. تحضروا. بعدين. اوكي. لايكل الحلوين. طيب بما انه انت يعني شنو معاناتك كمواطن؟ شو تحس؟ شنو الطلبة؟ شنو اللي تريده حتى نوصلها؟ شنو اللي تحتاجه للمشروع حتى يخلص المشروع بأسرع وقت؟ لأن الست عندها سفرة خلال هاي الأيام. تعبانين. فلوس ماكو. اي مبردة ماكو. حلفاي ما بيها مي. وبعدين اللي تريده؟ شاربين. شاربين؟ أكيد أناناس شاربين. اي اي ست هاي يشربون أناناس عصير برتقال. أنت كشعب شو تريدون؟ حتى نوفر لكم إياه. احنا كشعب ما نريد بس روحوا. بس كافي عاد. يا هذا كافي. روحوا كل شيء مرد من عندكم. روح الله معكم كافي. روحوا. ملتونا. لا بالكرك. يلا دايما يجي. بس دقيقة الجهاز. الجهاز تأخرنا. ما عندي سيارة شلون راح نطلع؟ تريد تاخذ صور؟ تريد تجي نبدل؟ باب الاداره مفتوح وتتفضل يا مسيت تفهمت ولا ابدا وين انت؟ ها هذا شايفه شا شا هذا وين هذا؟ ذاك يوم شفته بمونيكا وعالق الصفاره. وي 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 هو دايز دايز تجيب صمون بس تعمل مونيكا مره ثانيه. شباب اطلع برا تسمعني برا. يلا شافي لك من صغر واحد الى صغر خمسه. قبل المونيكا يلا تعال تعال توم تنطق. القناصين وينهم؟ القناصين ابو الايك القناص القناص القناص. الله موتهم عجزماتهم وهم.